وفي المؤتمر الأخير الذي شهدته الكويت عن الفينتك كان الموضوع الرئيسي هو الدراسة التي أعدتها شركة المركز المالي عن هذا القطاع والعلاقة بين البنوك وشركات الفينتك وكيفية التعامل بينهما. الكويت أصبحت بمثابة مركز مثير للاهتمام لشركات التكنولوجيا المالية لأنها تحدث بالفعل. قبل أن نتكلم عن هذه العلاقة بين المصارف وشركات الفينتك، هل لدينا فكرة عن حجم الاستثمار في هذه الصناعة هنا في الكويت؟ هذا سؤال يصعب الإجابة عليه، لأن تمويل الفينتك يحدث عادة من رأس مال شخصي أو من خلال شراكات، لذلك لا تتوافر بيانات كثيرة، والأمر لا يعني أن المصارف تمولها. فقط عندما يتم الاستحواذ على الفينتك من قبل شركات أجنبية أو أن تصبح كبيرة، عندئذ تتوافر معلومات عن تمويلها. بالنسبة للعلاقة بين المصارف وشركات الفينتك، ما هي الميزة التي تتمتع بها المصارف على هذه الشركات، وما الميزة التي تتمتع بها شركات الفينتك على المصارف؟ الميزة الرئيسية التي تتمتع بها المصارف هي قواعد العملاء. انظري على سبيل المثال إلى حجم عملاء بنك الكويت الوطني، ومن ثم الثقة. ولذلك عندما يكون لدينا قاعدة عملاء واسعة وثقة، فهذه ميزة ممتازة يمكن البدء بها. وفوق كل ذلك لديهم الأموال، فمعظم البنوك تتمتع برسملة جيدة، وهاتان الميزتان اللتان تتمتع بهما المصارف. So these are the two major advantage I see for banks. But on the fintech side, وعلى جانب شركات الفينتك فقد لا يكون لديها قاعدة عملاء كبيرة، وقد لا تمتلك المال، لكنها تمتلك أفكار عبقرية تستطيع أن تصنع التغيير. ولكي تفعل ذلك لا تحتاج إلى أموال كثيرة، تحتاج إلى أفكار جيدة مثل طلبات أو كارج لكي تصبح كبيرة. لديهم أفكارهم مع التكنولوجيا والإمكانات، لكن ليس لديهم قاعدة عملاء ولا رأس مال. ولهذا فإن تزاوج بين المصارف وشركات الفينتك سيكون شيئا ممتازا لبيئة الأعمال في الكويت، وأنا متأكد أن ذلك يحدث، فهو ليس خيارا لكنه يحدث بالفعل. هذا الزواج بين المصارف وشركات الفينتك، هل هي مشاركة أم استحواذ؟ في بعض الحالات يكون عبارة عن شراكة، فهم لا يتنافسون مع بعضهم. فإذا ابتكرت شركة فينتك تطبيقا عن تمويل الشركات الصغيرة، فإن البنوك سترغب في التعاون لأنها تبحث عن هذا التمويل. ولكن عندما يكون هناك منافسة مثل خدمات الدفع، خاصة وأن البنوك تعمل بقوة في هذا المجال، فهي تصبح عدوانية إذا رأت الفينتك تدخل في مجال عملها. لذلك فالإجابة ليست واحدة، بل تعتمد على كل موقف وفكرة. إذا جاءت الفكرة لمصلحة المصارف فإنها سوف تتعاون، وإذا كانت الفكرة في ملعب المصارف فإنها تصبح عدوانية لدرجة أنها تستحوذ عليها أو تستثمر الكثير لطردها من السوق. Or they invest too much and drive them out of the business. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج.